أكثر من 400 وحدة سكنية وعمائر تجارية بضاحية الملك فهد في محافظة الجبيل افتقدت لأبسط مقومات الحياة والأمور الخدمية من مياه وإنارة وسفلة للشوارع والصرف الصحي والاتصالات والتشجير، الأمر الذي حال لانتقال الأهالي إلى السكن بمنازلهم التي شيدوها وأنفقوا عليها مبالغ طائلة، حيث وجدوا أنفسهم مضطرين للبناء بعد صدور التصريحات اللازمة للبناء هربا من دفع الإيجارات المرتفعة. كاميرا الحصاد انتقلت لحي ضاحية الملك فهد بمحافظة الجبيل ونقلت لكم معاناة الأهالي. أترككم مع هذا التقرير. ضاحية الملك فهد بالجبيل، الحلم الذي راود كثير من الأهالي لبناء منزل العمر والاستقرار الآمن. الأحلام بدأت تتلاشى والمستقبل المشرق تحول إلى نفق مظلم. فبعد إنفاقهم أموال طال لبناء منازلهم، اصطدموا بسوء التخطيط والبنية التحتية الهشة والحفر المنتشرة بالحي التي تتحول إلى برك مياه في مواسم الأمطار. والله معاناتنا بدأت منذ سنين طويلة، من عام 1418 هجري، وحنا نعاني معاناة كبيرة جدا مع البلدية. وحتى عام العشرينات عندما قدمنا على البنك العقاري يقول ضحية الملك فهد فبالجبيل غير موجودة عندي في النظام، السيستم حقهم في النظام غير موجودة، رجعنا مرة ثانية إلى البلدية وأعطونا أوراق بأنها ضاحية الملك فهد بالجبيل في الخطة الخمسية القادمة. وللأسف الشديد مرت خطة خمسية واحد أو ثنتين وثلاث ولم نرى أي شيء. لا يخفى عليكم أن أخذنا تصاريح من قبل 5 سنوات تقريبا، تصاريح بناء، وقمنا بالبنيان، ولكن للأسف الشديد خدمات معدومة لنا الحين. يمكن أكثر من 4 سنوات بيوتنا شبه جاهزة، يعني 90%، أنا بيتي 90% جاهز، ولكن راجعنا للكهرباء، نبي كهرباء، قالوا البلدية ما ردموا لنا الشوارع الداخلية. رجعنا للبلدية قالوا عند موضوع الكهرباء، إذا الكهرباء جاهزين حنا نردم الشوارع. ولنا الحين يمكن 3 سنوات وحنا من البلدية للكهرباء ومن الكهرباء للبلدية. وزي ما تفضل الأخ أبو سالم شرح لك المعاناة السابقة. والله زي ما قالوا لك الأخوان، هو مخطط ضاحية الملك فهد معتمد طال عمرك منذ أكثر من 18 سنة لمنح المواطنين والأرامل والمطلقات، وأنا قد بديت طال عمرك في البناء، ومشكلة طال عمرك في مزرعة قدام، مزرعة دواجن قدام العمارة بالضبط، قدامي بينه وبينها يمكن 10 أمتار أو 15 متر، بيتي يعني تقريبا شبه جاهز. أنا من أوائل الناس اللي طلعوا التصريح البناء، يمكن ثاني أو ثالث واحد، وعلى أساس قالوا لي لا تطالب خدمات إلا بعد سنة من الآن. هذا الكلام يمكن في 2015، وطبعا مرت السنة الأولى وسويت إنجاز أنا، بس إلى الآن ما في ولا شيء، حتى الشارع اللي قدامي أنا ما تم تنفيذه. أكثر من 400 وحدة سكنية وعمائر تجارية بضاحية الملك فهد افتقدت لأبسط مقومات الحياة والأمور الخدمية من مياه وإنارة وسفلة للشوارع والصرف الصحي والاتصالات والتشجير، الأمر الذي حال لانتقال الأهالي إلى السكن بمنازلهم التي شيدوها وأنفقوا عليها مبالغ طائلة، حيث وجدوا أنفسهم مضطرين للبناء بعد صدور التصريحات اللازمة للبناء هربا من دفع الإيجارات المرتفعة. معاناة مثل معاناة كثير من الشباب الموجودين أو أهل الضاحية عموما عندهم معاناة. جانا تصريح من البلدية بالبناء وأنها الحين 3 سنوات، أنا تصريحي له 3 سنوات، والبنك العقاري له سنة يخصم من راتبي للقسط، وبيوتنا جاهزة، وأنا أحد المشاركين في الحد الجنوبي، وزملانا لزملاء هناك في الحد الجنوبي الحين على الحد، وبيوتهم جاهزة هنا، وأهلهم مستاجرين في الجبيل يدفعون أجار في الجبيل، وبيوتهم جاهزة في الضاحية وهم في الحد الجنوبي، الله ينصرهم ويرجعهم بالسلامة. فالضاحية ينقصها خدمات، كنت أكلم كثير من الشباب فيها، الكهرباء والموية والصرف والطرق، وأمننا إن شاء الله أنه في ولاة الأمر وفي من البلديات وفي البلديات أنهم يوفروا الخدمات اللي مطلوبة منهم
ومن حق أهل الضاحية أنهم أنها تجيهم أو أنهم يتمتعون فيها. هذا اللي معاناة الضاحية وأكثر الشباب معاناتهم واحدة. تقاعد مبكر من أجل أن ننهي البناء بموجب أمال ولوح علقت لمشاريع ورسيت على مقاولين، منها مشروع اللي هو ردم وتسوية الأراضي المنخفضة، ولم ينفذ منها أي شيء، بل المواطن من قام بالدفن الأراضي، ويمكن شفت الصور صورتوها كيف نسبة الأرض منخفضة عن المباني. واللوحة الثانية فيه سفلته ودفن وإنارة الشوارع، وللأسف الشديد السفلته صارت خط الدائري فقط لا غير، وزي ما أنتم شايفين الشوارع اللي احنا فيها الآن مردومة ردم من سوب مختلف. مراجعات لشركة الكهرب، لشركة البلدية، وللأسف ما في فائدة. المعاناة الأخرى اللي هي الطامة الكبرى واللي كلفتنا الكثير صحيا ومعنويا، يعني المزرعة اللي قدامكم هذه مزرعة الدواجن، زي ما انتم شايفين الذباب وانتم تصورون الآن مذينا ما هم ريحنا فيها، غير ذلك الروائح لما يجون يحملون ولا ينزلون أي حاجة الذباب، والله ما نقدر نخلي قزاز سيارة خمس دقائق فاتح. والله الحقيقة أنا أخذت تصريح من البلدية في البناء، أنا أحد ملاك ضاحية الملك فهد بالحي الثالث المجاور 2، أخذت تصريح قبل سنتين تقريبا وبديت العمل، أنجزت تقريبا 90%، ولكن لا توجد أي خدمات في الحي، لا من كهرباء ولا من ماء ولا من صرف صحي أكرمك الله، ولا من أي خدمات توجد لدينا. الأهالي أرجعوا هذا العبث بممتلكاتهم إلى قصور التنسيق بين الجهات الخدمية والتراخي في تنفيذ المشاريع. الضاحية التي تقع على مساحة 10 ملايين متر مربع وتستوعب أكثر من 30,000 وحدة سكنية، وتتسع لما يزيد عن 5,600 قطعة أرض سكنية وتجارية، توشك الآن على هجرة ملاكها وعرض مساكنهم للبيع بعد أن تقطعت بهم السبل. يعني اللي أسأله من بلدية الجبال، العناء هذا والخسائر هذه من يتحملها؟ أنا لا أستطيع أن أتحمل هذه الخسائر، فأرجو من الله ثم منهم أن ينظروا لنا بعين العطف وعين المسؤول علينا. أنا مواطنين قد تحملنا الكثير، والبعض يعني يمكن تشرد أسر بهذه المعاناة. معاناة المتكررة لأهالي ضحية الملك فهد بالجبيل، مشاريع متوقفة والخدمات قد تكون معدومة، منازل جديدة خاوية على عروشه، كل هذه المطالب نضع على طاولة بلدية الجبيل. لبرنامج الحصاد، سلمان مطيري، الجبيل.